والذي أوتي نصيب من العلم ولم يحافظ عليه ابتلي ببلايا، ولو نسي شيئا يسيرا لم يطبقه في واقعه. ولذا قال عز وجل عن اليهود: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. إذن هذه أثار نسيان نصيب من العلم. ماذا قال عن النصارى؟ ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، ما النتيجة؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فنشر بينهم العداوة والبغضاء.